على الرغم من أنه مادة الرياضيات تشكل الباب لكافة علوم الحياة بشكل عام، إلا أنها بتشكل مشكلة وعقدة خوف بنقدر نحكيها للعديد من الطلاب وأيضا الأهل والمعلمين. نتحدث أكثر عن هذا الموضوع، عن أسباب الخوف من مادة الرياضيات والرهاب اللي يصاب من مادة الرياضيات بالنسبة للطلاب والأهل أيضا زي ما حكينا للمعلمين. نتحدث أكثر بهذا الموضوع مع المستشار التربوي حسام أبو الحسن. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. قبل ما نتحدث عن موضوع الرهاب أو الخوف الزايد عن اللزوم نقدر نحكي يعني عند الناس بشكل عام من موضوع مادة الرياضيات، حاب ننوه إلى دراسة حكيت لي إياها مسبقا عن نسبة الذكاء الرياضي عند العرب بشكل عام، بعدها بندخل إلى التفاصيل ليش إحنا منخاف من مادة الرياضيات مع إنه نسبة الذكاء عند العرب مرتفعة جدا. فاحكي لنا أكثر عن هاي الدراسة. حاضر. هو معروف يعني بالعالم إنه سكان الوطن العربي عندهم نسبة ذكاء مميزة، وأثبتوا حالهم بمراكز الأبحاث والجامعات العالمية كلها. فكان في دراسة على 200 طفل أعمارهم كانت 4 سنوات، فكانت نسبة الآي كيو عندهم عالية كتير، تقريبا 97% المعدل. فتركوهم 4 سنوات، سنتين الروضة وبعدين سنتين الأول والثاني بالمدرسة بالمدارس العادية. بعدين رجعوا فحصوهم نفس الفحص، فاكتشفوا انها تراجعت تقريبا للنص، لحوالي 48-49% بالمعدل. وبعدين بعد ما اكتملت الدراسة تبين انه الممارسات اللي احنا بنمارسها معاهم مش محفزة لتطوير المهارات الذهنية عند الطلاب، بل بالعكس. فاحنا لانه منلقنهم ومنحفظهم ونعطيهم دائما توجيهات وأوامر، فما بكون في مساحة كبيرة على إنه هو الطفل هو اللي يفكر، هو اللي ينتج، هو اللي يبني خبراته الخاصة مشان يطور أنواع الذكاءات اللي عنده، وبعدين يبلش بمرحلة الإبداع بس يكبر. حلو. طيب احنا حابة برضو هلأ نسلط الضوء على أهم الأسباب اللي بتخلي الناس بشكل عام، إذا ما بنحكي بس عن الطلبة، كل الناس بتخاف وبتحس إنه مادة الرياضيات هي مادة صعبة، فشو هي أهم الأسباب اللي عم بتخلينا يكون في عنا هذا الشعور أو هذا المعتقد بنقدر نقول؟ في أسباب كتير من محاور مختلفة. أول محور والأهم هو المعلم. فالمعلمين اللي اكتسبوا مهارة تعليم الرياضيات واكتسبوا مهارات بتخليهم يظهروا جمال الرياضيات للطلاب، وبعلموهم مهارات تفكير، فبنقلوا هاي المتعة لطلابهم لأنه فاقد الشيء لا يعطيه. فباتريك مثلا بواحد من كتبه المهمة، كتابه كان اسمه أنت تعلم من أنت. فإذا أنا مستمتع بهذا التفكير وتعلمته كويس بقدر أنقله لطلابي، فبصير مادة متعة، مادة تفكير، مادة تحدي، مادة إبداع، بدل ما تكون مادة إذا بيجيك هيك بتعمل هيك، إذا بيجيك هيك بتعمل هيك. فإذا نقلنا الموضوع من مادة التفكير والإبداع وإلى متعة التفكير لمرحلة تانية اللي هي مرحلة التلقين وتنفيذ الخوارزميات، إحنا بنسميها بالرياضيات إنه لازم تعمل هيك وهيك وهيك وهيك، فبتصفي المادة من غير معنى. يعني أنا طالب صغير مش فاهم انت ليش طلبت مني اعمل هيك وهيك وهيك. والدليل البسيط على هيك، مره بدرب معلمات للصف الرابع بدرسوا كسور وهيك، فبسالها كيف بتعلمي جمع الكسور، فبتقول لي احنا اذا كان عندنا كسرين مقاماتهم مختلفه لازم نوحد المقامات. فاجيت سالتها قلت لها ليش لازم، انا كطالب طفل صغير عم بسمعك بتقولي لي لازم، هلا لازم هاي ليش؟ ف تلبكت تقول لي انه لازم يكونوا هيك. هو لازم يكونوا هيك معناته هاي مسلمه مطلقه انا مش لازم افكر فيها كطفل. فاذا انا انحرمت من اني افكر بمجال ممكن يخليني استمتع باني انا افهمه واقدمه. لاري مارتينك من امريكا، هو مؤسس موضوع كتير كبير بالرياضيات اسمه ماثنيزيوم، بيقول انه الطلاب ما بيكرهوا الرياضيات، هم بيكرهوا حاله عدم فهم الرياضيات. فأنا ما بكره التلفزيون، بس بجوز بتضايق إذا مثلا أتوتر إذا بقعد قدام كاميرا، بس أنا بحب فكرة التلفزيون وأشوفه مثلا. فعشان هيك أنا مش رح أنتج كويس بهاي الموضوع. فالطلاب إذا تجاوزوا مرحلة إنهم يفهموا ليش، ببلشوا بمرحلة يحبوا. فإحنا في عندنا مرحلة سابقة لقصة الحب والكراهية اللي هي الفهم.
انت اذا بتفوتي على اي غرفه مثلا ما بتعرفيها ومعتمه طبيعي انك تخافي منها. طبعا مش طبيعي انك ما تخافي، انه لازم تخافي. بدي اعرف بس لو انا قلت لك انه هاي الغرفه هلا هيك، هاي الضوء هون والاغراض اللي بدك اياهم موجودين هون، وانت فاهمه كيف بدك تساوي وتتصرف والى اخره، ما عندك مشكله. طب احنا بنقدر كمان نحط الحق على المناهج مثلا؟ لا بصراحه منهاجنا كثير كويس مقارنه. انا بالتعليم الدولي صار لي 20 سنه وبقيم مدارس ومناهج والى اخره، طلعت على مناهج الخليج، على مناهج الشرق الاوسط الى اخره، مصر، شمال افريقيا، مقارنه فيهم كلهم احنا عندنا منهج كثير كويس. يعني مش عم بقول بيرفكت يعني، بس هو كثير كويس. الفكره مش بالمناهج، في معلمين بيعلموا من غير مناهج. هي كلمه منهاج ببرامج دوليه ثانيه غير معرفه بكتاب زي ما احنا بنقول. احنا المنهاج يعني كتاب، المنهاج يعني كل المصادر اللي ممكن تستفيدي منها او تعمليها. فكتابنا كويس، بس الفكره بانه احنا كيف بنعلم هذا الكتاب، لاي سقف ممكن نرفع الموضوع. وانا في عندي مشكله كثير كبيره لاحظتها عند كثير معلمين خصوصا بالقطاع العام، انه بحطوا سقف كثير متدني للطلاب، بس هيك بقول له الرياضيات ما فيها، بس هي ما لهاش سقف، مفتوح للسماء. فتحجيمها هو اللي بيخليه الفائده منها تكون اقل. اما لو نستعملها باسلوب كويس منهاجنا كثير منيح. ايضا تحديد تفكير الطلاب، يعني برضو اذا بدي اضيف انه انت بدك تفكر بهاي الطريقه اللي هي موجوده بالمنهاج او زي ما المعلم بده، من دون اطلاق العنان لطريقه تفكير الطالب، بانه يقدمها بالطريقه اللي هو بده اياها او اللي شايفها مناسبه. وبالنهايه النتيجه اذا كانت صحيحه، طريقه التفكير من طالب لاخر بتختلف، ولازم انه يتقبلها المعلم. طيب رح ننتقل لموضوع الاهل وموضوع الناس وموضوع الطالب نفسه كيف بيقدر يحبب حاله ايضا بالماده. لكن في عندنا ماده هيك سريعه، زميلنا احمد الكلاني نزل الى الشارع الاردني وسال الناس شو رايهم بماده الرياضيات وليش عندهم عقده منها. خلينا نتابع هذا التقرير ونرجع لنكمل الحوار مع حضرتك. بنتابع. كثير من الناس عندها مشكلة أو عقدة ما يسمى بالرياضيات، وأنا يمكن واحد منهم. بدنا نشوف شو رأي الناس بهاي المشكلة، شو الأساس أو شو السبب، وإذا أخذوا زيرو بحياتهم خلال مراحلهم الدراسية. خلونا نشوف شو رأيهم. كثير ناس عندها مشكلة أو عقدة اسمها رياضيات، أنت شو تصنيفك ما بين هدول الناس؟ هلا أنا ما بحب الرياضيات. هلا انا يمكن عقدتي في الحياه اللي هو رياضيات. هلا الطفل ما بحب رياضيات لما بتاسس في المدرسه، ما بياسسه بطريقه صح، ممكن انه بيكون عنده مثلا ميول لماده ثانيه، وبيجي انه هو بده يحكي لاهله انه انا ما بحب هاي الماده او انا ما برغبش فيها، بيجوا بخوفوه. يعني بيصير معه باسلوب ايش، الترهيب مو التحبيب. الاساس هو مرات بيكون غلط. في ناس كثير او الاغلبيه عندها عقده او مشكله اسمها رياضيات، انت مين منها؟ انا منهم. برايك شو المشكله؟ اكيد المشكله بالمدرسه، يعني فيش اهتمام بالمدرسه، او بتلاقي الاستاذ مثلا مش مهتم بزياده عن اللزوم مع الطلاب، خصوصا بالتاسيس مرحله المدرسه او شيء زي هيك، تكون اول وثاني وثالث، فبتوصل احيانا لمرحله التوجيهي. في اغلبيه الطلاب ما لهمش دخل بالرياضيات، بينصدموا بالتوجيه انه اكثر الرسوب بيكون بالرياضيات. متابعه، هي بدها كثير متابعه، وبدها يعني تكون فاهمه بتركيز كامل حتى انت بتحل اي مساله، وخاصه انه بالقوانين اذا نسيت قانون واحد بيطلع اجابتك كامله غلط يعني. وهيك السالب والموجب هي كمان مشكله كبيره برضه، الناس بخربطوا كثير فيها. انا حاليا وضعي الحمد لله بالرياضيات، بس يعني كرياضيات في كثير ناس بعرفهم رسبوا برياضيات، وهذا السبب بيكون التأسيس، تأسيسهم مش منيح يعني عندنا بالمدارس. انت حكيتي حاليا وضعك منيح، شكله زمان كان مش منيح، شو بتحكي لنا عن زمان؟ يعني واحد كان مدرسة زي هيك، فأكيد يعني بتعرف كيف الطلاب مع بعض، ومرات المعلمات بيكونوا بديلات، فأنا مدرستي كان كتير يبدلوا المعلمات، فتأسيسي كان سيء فيه. يمكن الأساس ما بوصلوا المعلومة بالشكل الصحيح، إنه هلا بالنسبة إلي أنا كنت أحفظها دائما، يعني كنت أحفظ النظريات وكنت يعني ما كنت أفهمهم. يعني هي المادة جدا تعتمد على الفهم، أنت حولتيها لحفظ، طب كيف كانت تزبط معي؟ عادي، ما هو نفس النظرية بيجيبوا نفس الأسئلة، فأنا كنت أحفظ يعني الخطوات وهاي الأشياء وأجي أطبقها بالامتحان، ما كنت أفهمها يعني. كطالب طبي يعني وكذا من مراحل دراستي ما واجهت هاي المشكلة. هلا في ناس بتحكي لك الشاطر شاطر والمش شاطر مش شاطر، انت مع هاي المقوله؟
هلا لا، الواحد اذا اشتغل على حاله، يعني احنا في كليه الطب مثلا اخذنا انه مثلا الواحد كل ما يدرس اكثر وكل ما يزيد مجهوده في الدراسه وفي التعب، في الدماغ البشري شيء بسموه الساينابس او الوصلات العصبيه، هاي بيزداد عددها، اذا ازداد عددها عندك اكثر بصير عندك عمليه الفهم واستقبال المعلومات واسترجاعها اسهل. عشان هيك بتلاقي مثلا كثير ناس مثلا بتلاقي اذا كان ابوه دكتور وامه دكتوره وكذا بيورثوا لابنهم عدد اكبر من هاي الوصلات العصبيه، فبكون الولد عنده اسهل من غيره، ولكن هذا لا يعني انه الثانيين اللي عندهم وصلات اقل مش وارثين من ابوهم وامهم، انه اذا اشتغل حاله هو بيقدر يزيد هاي الوصلات العصبيه بس بمجهود اكبر من الشخص الاول اللي ذكرنا. بلشنا نحكي علميا وجينيا والى اخره، يعني هلا بالنسبه للمقوله حكيت لك شاطر شاطر والمش شاطر مش شاطر، انا عندي هاي المشكله مع الرياضيات من زمان. بعكس مواد اخرى، مواد ثانيه اللي كانت مثلا علامتي فيها تكون جدا عاليه بعكس الرياضيات، شو تقييمك لحالك؟ هسه الرياضيات بشكل عام لانها ماده بتعتمد على الفهم وعلى استرجاع المعلومات وسرعه حسابات واستخدام للدماغ اكثر من مواد الحفظ مثل الاحياء ومواد ثانيه، مثلا الفيزياء والرياضيات بركزوا على هاي الشغله. هسه في عملوا برضه دراسات وجدوا انه الارضاع الطبيعي للطفل خصوصا اول سنه بيرفع نسبه الاي كيو تبعه اللي هو ايش معامل الذكاء، وهاي وجدوها يعني رسميه دراسه رسميه انه بتفرق عن الانسان اللي بترضعه امه، هذا إيه بترضعه امه صناعي، وهذا شيء صرنا نشوفه هسه بالمستشفيات من اخر تقريبا يعني اخر فتره، يعني صاروا الامهات كلهم بحبوا يريحوا حالهم ويرضعوا ارضاع صناعي، ما بحبوا يرضعوا ارضاع طبيعي، بتريح حالها من هذا طبعا شيء ما بيصير، يعني حتى يعني من زمان يعني كانت العادات والدين والكذا انها ترضعه خلينا نحكي على الاقل سنه اساس، وهذا بيعطيه مناعه بقلل نسبة السرطانات تصير عنده بكرة بس يكبر. هاي كلها دراسات يعني من البرازيل ومن تايلاند وأمريكية. صادفتي أي زيرو بحياتك بالرياضية؟ يوه هيزا عالزيرو كتير بالرياضية. أول زيرو؟ الثامن. بتتذكر الامتحان عن إيش كان؟ لا لأني ما بحبه الأسف، عاد الأسف ما بينتسى يعني. لا 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 أنا نسيته ما بدي إياه. صف تاسع أخذت زيرو تقريبا، مش ذاكر أنا كويس. زيرو لا صراحة الا الا بالتوجيه، حتى ما كانت زير يعني بس انه مش ناجح. صف عاشر رياضيات، مش متذكر بالضبط شو يعني القوانين، بس هي مرة قوانين يعني انا كنت قادر احفظ قوانين كثير وكلها متابعين ورا وجوا بعض والف قصه يعني كانت فيها. صف عاشر لا امورك منيحه زي بالضبط لا مسلك يعني على الهفف بالباقي. بتذكر صف ثامن تاسع يعني زاويه وما زاويه وهيك اشياء اكلت زرابل. اللي هم الجيب والجتا ولا لا؟ جيب وجتا والزاوية هاي مساحة القطر وهيك اشياء، سوري غلطت. تمام يعني متذكرته لغاية اليوم. طبعا. اخذتي علامة زيرو بالرياضيات؟ لا. ولا مرة؟ علامات متدنية جدا. لا لا ما الحمد لله. ولا نتابع استطلاع آراء الناس، زي ما لاحظنا أستاذ حسام إنه اللي أيضاً بحب الرياضيات بيقول لك إنه إحنا حبينا الرياضيات لأنه إحنا مثلاً كنا شاطرين أو في مثلاً عندنا نسبة ذكاء عالية هي اللي خلتنا مثلاً ننجح بالرياضيات، اللي بيقول لك الحفظ كذا. بكل هالتقرير اللي شفته وبكافة الآراء يعني على اختلافاتها، على مين اللوم الأكبر بيوقع؟ هو ما بوقعش على جهة واحدة بس، لأنه إحنا لازم نقسمها بطريقة عادلة. إحنا مجتمعياً توارثنا فكرة إنه الرياضيات صعبة. يعني أمي قالت لي إنه الرياضيات صعبة وستي قالت لأمي وهكذا. فهذا نتيجة للنتائج اللي حصلوها الطلاب عبر سنين، إنه والله كانت المادة الرياضيات أصعب واحدة، خصوصاً بالتوجيه، فهم بيقيسوها بهاي الطريقة. المدارس وقديش هي ملتزمة بأنها تقدم هاي المادة بأسلوب شيق ومفيد للطلاب. الوزارة قديش تهتم بمعلمين هاي المادة وتدربهم وتأهلهم كويس مشان يقدروا يأدوا دورهم بشكل كويس. المعلمين نفسهم قديش بيقدروا يتعبوا على حالهم وقديش بيقدروا يعرفوا إيش بصير بالدنيا. فأعطيكي مثل بسيط، إنه المعلمين هلا صارت كل مصادر الدنيا مفتوحة قدامهم، فبتقدري كمعلمة نشيطة حابة تطوري نفسك تسألي بس سؤال إنه أنا كيف أعلم الدرس الفلاني على الإنترنت. على الإنترنت. فإذا بتقدري، مش ضروري تكون طبعا بالعربي لأنه للأسف مصادر بالعربي لساها مش كتيرة، بس يعني موجودة بشكل عام. ألعاب، فيديوهات، طرق وأساليب لأوراق عمل
والى اخره موجود. هلا بيجي معلم مثلا اذا سالناه مثلا ليش انت ما بتستعمل هاي الاساليب مع طلابك، بقول لك خلص ما حدا علمني اياها ما حداش طلبها. مزبوط، بس انا تطوير نفسي مهنيا صح. ومنشان انا بتعامل مع بشر كمان لازم يكون ضميري صاحي كل الوقت. يعني مهنه المعلم ومهنة الطبيب مهنتين مميزات جدا، لازم المحرك تبعها يكون الضمير الانساني اكثر من القوانين والالتزامات والوقت والى اخره. فانا يعني اذا احترفت التعليم وحبيته معناته لازم احب انا كيف اساعد هدول الناس خصوصا طبعا. الاطفال انه انا اعلمهم باسلوب شيق مشان يقدروا يتجاوزوا هاي الصعوبه ويثبتوا لنفسهم اولا وللناس انها هاي ماده سهله وحلوه وانا عم بستمتع وانا عم بتعلمها. حلو. طيب إذا نحكي هلأ عن دور الأهل، يعني برضو إلى جانب المدرسة وإلى جانب المعلم اللي هو أصلاً بيكون مخوف الطلاب. أنا بتذكر بأيام المدرسة كان أستاذ الرياضيات، يعني هاي الحصة الوحيدة اللي مستحيل نمزح فيها مستحيل نضحك فيها، كنا كتير نخاف من أستاذ الرياضيات. فالأهل نفسهم بيكونوا خايفين من مادة الرياضيات، وبالنسبة لهم هي مادة الرياضيات يمكن أهم مادة بمناهج أولادهم أو المواد التعليمية بالنسبة لأولادهم. كيف الأهل برضو في لهم دور إنه يبسطوا على أولادهم مادة الرياضيات يحببوهم فيها؟ هذا موضوع مهم كتير، وأنا حاب أشكرك إنك سألت هذا السؤال، لأنه في عدة نصائح المفروض الأهل يعني يوعوها ويفهموها كتير منيح. أولا فيش داعي نحكي عن تاريخنا كتير إحنا كأهل، عرفت كيف؟ أنا ما حبيت الرياضيات وكانت معلمتي صعبة وإلى آخره، لأنه الأطفال بتعلموا من أهاليهم كمودلز كنماذج، وبصير في عنده حجة. يعني أنا كطفل لأنه أمي ما كانت شاطرة بالرياضيات معناته أنا معذور بإني أنا أكون مش، فنتجنب الحديث عن هذا الموضوع. حتى بالجانب الآخر لو كنا مبدعين بالرياضيات بلاش ما كمان نضغط أولادنا بإنه أنا كنت مبدع وأنا جبت أبصر قديش فأنت لازم تجيب وتعمل إلى هذا. بني آدم جديد، هذا بني آدم خاص له كيانه الخاص، فلازم نحترم هذا الكيان. هذا أولا. ثانيا بلاش ما تضلها توقعاتنا منهم عالية جدا ولازم تكون فول مارك. على فكرة هذا بيعمل ضغط على الطلاب وبوترهم خلال الامتحانات. عملت دراسة مرة أنا على أسباب توتر الطلاب داخل الامتحان، وسألتهم أسئلة كتير بعد ما طلعوا من الامتحان وأحصيتها وحللتها وإلى آخره، فمعظمها كانت لخبطت توترت ما لحقتش إلى آخره. بس دورنا على أسبابها، أسبابها كلها ضغط، عرفتي كيف؟ يعني أسبابها ضغط من الأهل ومن المعلم، بس من الأهل أكتر. فأنت الرياكشن تبعك أنت بس يجي ابنك جايب 18 من 20 مالهم؟ يعني هذا الطفل طبيعي. إحنا بالعكس بس نشوف أرقام 99% بضحكوا علينا الناس، لأنه ما في بني آدم بيعمل 99.5%. هذا بكون خلل بالامتحان. يعني إذا فرجتين امتحان توجيه واحد جايب 99.9 معناته في خلل بالامتحانات. فيش بني آدم مستوى 99.9 إلا من كل 20-30 مليون بني آدم لازم يطلع واحد، فمش طبيعي. فأنا مش لازم أطلب من ابني كمان إنه يكون دائماً علاماته كاملة، هذا بيسبب له ضغط. وهو صح. داخل الامتحان إذا فركش بسؤال صغير فوراً بخطر بباله أمه أو أبوه، وأنا شو راح يقول لي إذا أنا هذا يعني ليش مش كاملة بالضبط. هلأ في أوقات بنقدر نساعدهم، هلأ بنقدر نتدخل كأهل ونساعدهم تنظيم وقتهم. قديش أهمية التدريب اللي لازم يتدربوا، مادة الرياضات ما بتنشاف مرة واحدة وخلص، فلازم بشكل دوري نتدرب. استعمال وقت الصيف مثلا وقت عطلة نص السنة، هلأ يعني الحمد لله عمان صارت مشهورة كتير بالمؤسسات والمراكز اللي بتقدر تساعد الطلاب بمجالات مختلفة. صرت تشوفي دورات من أنواع مختلفة، صرت تشوفي مراكز تهتم بمهارات التفكير بتسريع العمليات الحسابية إلى آخره، زي مثلا ماثنيزيوم اللي قلت لكم عنه قبل شوي، هذا فرانشايز أمريكي موجود بأكثر من فرع، ففي عنده دورات مرنة وإلى آخره. فكل هاي المجالات لازم إحنا نشتغل عليها مشان نخفف ونعدل توجهات الطلاب السلبية نحو هاي المادة وبالتالي نحو التعلم بشكل عام. حلو. طب هلأ أستاذ حسام برأيك في مثلا طالب أو طفل بحب الرياضيات وفي منهم ما بحب الرياضيات، يعني بما أنه إحنا عم نقول أنه هي الرياضيات شبهت بالهواء اللي إحنا بنتنفسه موجودة بكل مناحي حياتنا، فهل في مثلا طفل بحب وطفل ما بحب؟ يعني مثلا ممكن أهل يقولوا خلص هو توجهه مش للرياضيات أو توجهه مش علمي نقدر نقول، ولا الأهل في لهم دور أنه ينموا موهبة الأطفال أو الذكاء اللي موجود عند الأطفال بمادة الرياضيات، ولا هي بالفطرة مثلا ممكن تكون؟ لا سؤالك له كتير صار فيه له كتير محاور، بس أولا الموضوع له علاقة بالجينات طبعا، له علاقة بالجينات، لكن بتضلها محدودة إذا اشتغلنا على موضوع التدريب وهيئنا البيئة المناسبة للطالب مشان يتدرب. مثلا ممكن ابني ما يكون بركب خيل أو ما بيلعب سلة،
بس إذا حطيته بين إيدين مدربين شاطرين مع بيئة مناسبة مع منهاج مناسب بعدين بصير بلعب سلة أو بركب خيل. بس هو ما من خلق هو بلعب سلة أو بركب خيل. هاي واحدة. اثنين الـ 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 الأهل بيلعبوا دور كتير كبير بأنه يبسطوا الفكرة على أولادهم ويتبعوهم بطريق دمث بس مش بطريق عنيف. فهذا جانب يعني كتير مهم. تهيئة البيئة للطفل كتير مهمة مشان تتنمى عنده هاي المهارات. فممكن احنا طبعا. اما فكرة انه علمي ادبي انا بعتقد انه احنا كأهل كمان بنبدأ نفكر فيها كتير بكير. عشان هيك يعني طلع هلا القوانين بتقولك بعاشر انت بتقدر تصنفي حالك. مش المفروض قبل هيك. هلا في برامج دولية تانية من تاسع ومن ثامن ببلش يوجهوا الطلاب مشان يكتشفوا وين مجالات قوتهم ويقولهم ياها حتى لو للمجال المهني. وهذا إشي مش عيب. احنا عندنا ضغوطات مجتمعية كتير بصراحة. يعني مش عيب ابدا اكون فني الكترونيات ولا اكون فني بالالوان وبالدهان وبالكذا من صغري. مش عيب ابدا. يعني راح اتعلم وراح كذا بس راح احترف بالاخر. بس احنا بدنا اولادنا يكونوا دكاترة ومهندسين. وهذا كمان بيضغط على الرياضيات بالذات لانها مادة اساسية للتخصصات. بس بكير نحكم على الولد الا بالحالة الثالثة انه يكون في عنا مشاكل لا سمح الله مثل صعوبات التعلم. صعوبات التعلم بتبلش تظهر من اعمار مبكرة وبتتقيم بالصف الرابع. فانا بنصح كمان الاهل اللي ابنه واضح انه ما عم بتعامل مع الرياضيات كأقرانه بشكل كتير اقل واضح بشكل واضح يبلشوا يلجأوا لأخصائيين لتقييم وضعه من حيث صعوبات التعلم. لان الرياضيات واللغة بس هدول التنتين بالاول بالاعمار الصغيرة هم المؤشر الدقيق على انه في عنده صعوبة تعلم او لا من الاعمار الصغيرة وتطوره. ففحصه بمرحلة مبكرة بيساعدهم على انهم يساعدوه اكتر ويرجع يعني يتحسن بمراحل متقدمة. بما انه عم نقول انه احنا اصبحنا عالم صغير وبنقدر هلا نستفيد من كل التجارب. اذا بدنا نحكي مثلا الدول المتقدمة او المعلمين المتميزين اصبحت تجاربهم موجودة هلا من خلال الدخول الى الانترنت بنشوف كيف التجارب نقدر نستفيد منها كمعلمين وكمدارس كمان. حابة شوي نركز على التجربة او واحدة من الدول المتقدمة اللي حولت مادة الرياضيات بالنسبة لطلابها الى متعة واصبحوا يستمتعوا فيها وبطلت ابدا خوف بالنسبة لهم. فاحكي لنا عن واحدة من الدول وكيف حولت مادة الرياضيات من مادة صلبة إلى مادة ممتعة. التحول الرئيسي بغض النظر عن الدول ما نقول شو عملوا بالأول. التحول الرئيسي هو أنه هم بعرضوا المادة بأسلوب عملي براكتيكال. وفي لأنه واحدة من أهم مجالات التعلم هي تاكتايل إنك تلمسي وتشوفي وتعرفي إيش معنى اللي عم تتعلمين. فعشان هيك مثلا إذا رحنا على أمريكا منلاحظ أنا كان في معي دراسة يعني عملت دراسة مع بوستن كوليج كان عندي سكولرشيب لماستر هناك. فعملنا دراسة على هذا الموضوع كانت دقيقة جدا ونتائجها مبهرة إنه ما عندهم استعداد يقدموا الموضوع كموضوع تاريخ هيك وكذا. بيطلع هو الأولاد لبرا وبعدين بيقيس من هون وبيحسب من هون وإلى آخره. فنلندا مثلا فنلندا اللي هم حاصلين على أحسن أفضل نتائج تعليم نظام تعليمي بالعالم. عرفتي كيف؟ تعليمهم للرياضيات ممتع جدا. عشان هيك بنلاحظ ملاحظه مثلا بفنلندا انه اذا الطفل قلتي له انه بكره في ثلج وكذا وما في مدرسه بصير يبكي. احنا بالعكس بس تقولي له انه بكره في عطله بكيف. عرفتي كيف؟ ليش؟ لانه المدرسه جاذبه عندها كتير اشياء حلوه وممتعه وبتتحدى تفكيره وبتطور تفكيره كل يوم. عشان هيك ما عندوش استعداد يضل قاعد بالبيت. ليش اقعد بالبيت؟ بدي اروح انبسط بدي اتعلم بدي. عرفتي كيف؟ بالنسبه لي المدرسه هي شيء ممتع. في تجارب في تجربه مميزه جدا بنيوزيلندا. نيوزيلندا كانت ترتيبها 32 على العالم بنتائج الرياضيات والعلوم بالذات. وبعشر سنين طلعوا صاروا الرابع على العالم لانهم اشتغلوا على موضوع على هذا التغيير اللي تفضلتي وحكيتي عنه وصاروا نتائجهم الرابع على العالم وصاروا يصدروا برامجهم لامريكا ولكندا وللخليج وغيره. يعني مش بالموضوع الصعب او المستحيل اذا بنحكي يعني لا اذا بنطلع حوالينا بنشوف اليابان كوريا الجنوبيه عندها تجربه رائده جدا يعني بهذا الموضوع. اذا احنا حابين نشوف ونتعلم موجود صحيح.
موجود وبكل سهوله بنقدر نحصل على المعلومات. صحيح. طيب اذا احنا عندنا سؤال تفاعلي بس اخيرا عم نسال الناس او سالناهم سؤال بما يتعلق بماده الرياضيات، كيف بنقدر نوجه او نعدل توجهات الطلبه نحو تعلم ماده الرياضيات؟ حطينا لهم ثلاث خيارات بثلاث محاور مختلفه، هل هو من خلال تدريب المعلمين واخذت نسبه 43% او تفعيل دور الاهل بشكل اكبر بنسبه 19% او مساعده الطلبه بعد المدرسه يعني من خلال المراكز المختصة بمادة الرياضيات أو المواد العلمية بشكل عام بنسبة 38%. يعني إحنا شفنا أنه الدور الأكبر أو النسبة الأكبر تقع على المعلمين، إيش رأيك؟ صحيح، على المعلمين. يعني أنا مع النسب هاي تماماً، هاي نسب طبيعية وحقيقية وبتعكس رأي المجتمع الأردني الواعي، لأنه المجتمع الأردني كمان كثير بهمه التعليم والنتائج طبعاً. ولأنه هذا رأس مالنا إحنا كشعب. صحيح، عشان هيك احنا راس مالنا الصحيح والحقيقي هو المعلم. فكل الاستثمارات اللي ممكن نستثمرها بالمعلم بتنعكس علينا بالرياضيات وبباقي المواد، وبالتالي مجتمعيا بيطلع عنا احنا طالب قادر على الابداع. فبدي اعطيك مثال بسيط اذا سمحتي لي. اذا كان في مهندس خريج هندسه واشتغل بشركه وقالوا له انه في عنا موضوع بالمشروع الفلاني روح حله، ما بروح، بتكركب، بنضغط، لأنه بده يروح يفكر بمشكلة وهو مش مدرب على مهارات التفكير والتحليل والاستنتاج إلى آخره. بينما لو قلت له روح على مشروع كذا في المشكلة الفلانية وحلها بالطريقة الفلانية بروح. وإحنا بنحكي عن مهندس، والمهندس يعني شريحة عالية كتير من اللي تعلموا رياضيات وفكروا إلى آخره. فهذا مثال كتير خطير لازم نفكر فيه كتير منيح. يعني هو بنحكي العاطق الأكبر يقع على المنظومة التعليمية، بأنه إحنا نرجع نعيد حساباتنا بموضوع المنظومة التعليمية بكافة مجالاتها. أنا ختاما بدي أتشكرك، شكرا لك على كل المعلومات القيمة، وإن شاء الله كل الأشخاص اللي عم بتابعونا أخذوا كل المعلومات اللي قدمتها بعين الاعتبار. شكرا لك وأهلا وسهلا. شكرا على المتابعة، ما تنسوا تشتركوا بالقناة لحتى تتابعوا كل شيء جديد.